وقد ورد عنه أنه قال أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله. تدري شنو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه الحقيقة لازم تكون في ذهنك، تركزها ببالك. الليلة ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. أحب أنقل لكم الأحداث التي ذكرت في هذه الحادثة. من طبعا ودي أذكر الكثير، ولكن بعض الأمور يصعب ذكرها ولها تبعات، ولكن أذكر بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله في حالات الأخيرة صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ المفيد في الإرشاد، أنا أنقل من كتاب الشيخ الغروي، هو يتصرف أحيانا ويجمع بين الأخبار، وهو يعني جيد في التتبع والتوثيق. يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بضرورة، وقام في بعض شؤونه، ومن غد ذلك اليوم أفاق رسول الله صلى، يعني الغد في الصباح، أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله إفاقة فرأى أزواجه من حوله، وافتقد عليا عليه السلام، فقال لهم: أدعوا لي أخي وصاحبي. قالت أم سلمة: أدعوا له عليا إنه لا يريد غيره. فدعي علي عليه السلام، فلما دنا علي عليه السلام منه أومأ إليه فأكب عليه فناجاه رسول الله صلى الله عليه وآله طويلا. هذا هني الحديث المعروف: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح من كل باب ألف باب أو ألف ألف باب على الروايات. هذا ورد أيضا في كتب أهل السنة في هذه اللحظات ترى، جيد، وهناك من يصحح الحديث عندهم. طيب، فقال فقيل لعلي عليه عفوا فجلس ناحية وأغفى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقيل لعلي عليه السلام: ما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن؟ فقال: علمني ألف باب يفتح لي كل باب ألف باب، ووصاني بما أنا قائم به إن شاء الله. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينه وقال لعلي عليه السلام: يا علي، ضع رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك. الروح إذا خرجت امسح بها وجهك. ثم وجهني إلى القبلة وتولى أمري، يعني أنت تابع الأمور من الغسل والتكفين، غسل والتكفين. فإذا أنا مت فاغسلني واستر عورتي، فإنه لا يراها أحد إلا أكمه، وصلي علي أول الناس، أنت أول واحد تصلي، ولا تفارقني حتى تواريني في رمزي، واستعن بالله تعالى وادفني في هذا المكان، نفس مكان بيته صلى الله عليه وآله، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ورش عليه من الماء. فأخذ علي عليه السلام رأسه ووضعه في حجره وأغمي على النبي، فأكبت عليه ابنته فاطمة تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ففتح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه وقال لها بصوت ضئيل: يا بني، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقوليه، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكت فأومأ إليها بالدنو منه فدنت، فأسر إليها شيئا تهلل له وجهها. فقيل لها: ما الذي أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فسري عنك ما كان عليك من القلق والحزن من وفاته. فقالت: إنه خبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به، وأنه لن تطول المدة بي حتى أدركه، فسري ذلك عني.
فروى الصدوق في الأمال عن ابن عباس ثم قال صلى الله عليه وآله: إلي يا علي، إلي يا علي، إلي يا علي. فما زال يدنيه حتى أخذ بيده وأجلسه عند رأسه ثم أغمي عليه. فقام الحسنان يبكيان ويصرخان، وأقبلا حتى وقعا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فأراد علي أن ينحيهما عنه، فأفاق وقال له: يا علي، دعني أشمهما ويشماني، وأتزود منهما ويتزودا مني، أما إنهما سيظلمان بعدي ويبتلان ظلما. ثم قال ثلاثا: فلعنة الله على من يظلمهما. وكانت يد علي عليه السلام تحت حنكه، وفاضت نفسه فرفعها إلى وجهه فمسحه بها، ثم غمضه ووجهه إلى القبلة ومد عليه إزاره، ثم قام لأمره. وروي عن الباقر عليه السلام أن علي عليه السلام لما غمض رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من مصيبة خصت الأقربين وعمت المؤمنين، لم يصابوا بمثلها قط ولا عاينوا مثلها. فبيناهم كذلك إذ أتاهم آت من الله تعالى يسمعون كلامه ولا يرونه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة ونجاة من كل هلكة ودركا لما فات، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الله اختاركم وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيه، واستودعكم علمه وأورثكم كتابه، وجعلكم تابوت علمه وعصا عزه، وضرب لكم مثلا من نوره، وعصركم من الزلل، وآمنكم من الفتن، فتعزوا بعزاء الله، فإن الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته، فأنتم أهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وأتلفت الكلمة، وأنتم أولياؤه، فمن تولاكم فاز، ومن ظلم حقكم زهق. مودتكم من الله واجبة في كتابه على عباد الله المؤمنين، ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير. وجاء في الحديث عن ابن عباس، هذه كلمة قالها، رويت عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما فرغ علي عليه السلام من غسله وكفنه، كشف الإزار عن وجهه، ثم قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والأنباء، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، كل مصيبة بعده تهون، وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ما الشؤون. بأبي أنت وأمي، شوفوا الكلمة هذه، اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك. ثم أكب عليه فقبل وجهه ومد الإزار عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون.